يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بعت سيارتي الجيدة على شخص مقابل أن أخذ سيارته غير الجيدة، وقلت له ادفع الفرق الذي بين السيارتين، فهل هذا جائز أم هو في حكم بيعتين في بيعة؟ لا، هذا جائز، يجوز بيع السيارة بالسيارة ومع إحداهما زيادة على الأخرى نظرا لاختلاف السيارتين، هذا لا بأس به، وهذا مما أحله الله لأنه ليس فيه غرر وليس فيه جهالة. نعم.